رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وعقب الجلسة أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي: أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بجهود ومبادرات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى في تعزيز التعايش السلمي وتكريس الحوار بين الأديان، مشيدا سموه بتدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية، باعتباره أحد المبادرات التي تعكس حرصا ملكيا ساميا على توفير منصة علمية تغذي عقول الشباب بالأهداف النبيلة التي استندت عليها هذه المبادرة الملكية. بعدها رحب مجلس الوزراء بالمشاركين والعارضين والزوار لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018، مؤكدا المجلس على أهمية المعرض المذكور في تعزيز التعاون الدولي في مجال الطيران، منوها المجلس بدور هذا المعرض في تجسيد التقدم الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم المعارض العالمية الكبرى وبأهميته في التسويق لقطاع الطيران العالمي. بعدها لوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تطلع به المؤسسات التعليمية الجامعية الخاصة في دعم مسيرة التعليم الجامعي في البلاد، وأثنى سموه على ما تطلع به من إسهامات في تهيئة الكوادر البشرية المؤهلة تعليميا وتدريبيا، وذلك بمناسبة رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحفل تخريج طلبة الجامعة الأهلية وجامعة أمل دولية، وهنأ سموه الخريجين من هاتين الجامعتين. بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأثر التي ترتبت على عدم استقرار الأحوال الجوية وما نجم عنها من أمطار، وما اتخذته الوزارات والهيئات الحكومية المعنية من خلال اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث والجهود الكبيرة التي قامت بها أجهزة وزارة الداخلية بما فيها الإدارة العامة للدفاع المدني في التعامل مع البلاغات التي وردتها في هذا الشأن، واتخاذ التدابير اللازمة لتقديم المساعدات للمواطنين والمقيمين، والتي عرضها معالي وزير الداخلية أو من خلال ما قامت به وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن شفط مياه الأمطار وتجمعاتها، وما بذلته من جهود واستنفار كامل لأجهزة الوزارة وجاهزية في التعامل مع الأمطار وتجمعات المياه الناجمة عنها، والتي قدمها سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة للإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بخصوص المدارس والتي عرضها سعادة وزير التربية والتعليم. وبعد أن وقف سموه على ما تم التعامل مع مياه الأمطار وبخاصة في المناطق التي تضررت، فقد أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتحديد المدارس التي تحتاج إلى صيانة فورية وعاجلة وإعطائها الأولوية في برنامج صيانة المباني الحكومية، كما وجه سموه باتخاذ الإجراءات لإمكانية الاستمرار في الدراسة من عدمه عند هطول الأمطار الغزيرة فجرا أو في ساعات الدراسة أو بعدها. بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولا، وافق مجلس الوزراء على أن توجه المبالغ المحكوم بها في مخالفات قانون العمل في القطاع الأهلي إلى تمويل المصروفات المتعلقة بتوعية العمال وأصحاب العمل، وأن توجه أيضا للمساهمة في تمويل إقامة ورش ومعارض التوظيف للباحثين عن عمل، وتوجه كذلك استثناء إلى دفع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مال العمال من حقوق لإنهاء بعض القضايا العمالية المحدودة، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق. ووافق المجلس على مشروع قرار بشأن تحديد أوجه صرف المبالغ المحكوم بها في مخالفات قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة. ثانيا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يعدل أحكام اللائحة التنفيذية بشأن الرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم الاتصالات على التراخيص والخدمات الأخرى الصادرة بالقرار رقم 7 لسنة 2017. ومن أهم التعديلات على اللائحة هي تأجيل العمل برسم تراخيص الترددات إلى 1 يناير 2019، وحذف شرط الدفع المسبق عند التقديم للطلبات المذكورة في اللائحة على أن يكون التسديد على الانتهاء من البت بالطلبات، وحذف رسوم
رسوم طلبات الموزعين لانتفاء الغرض من إدراجها بعد أن أصبحت الشركات المشغلة هي التي توزع شرائح الاتصال، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة. ثالثا، وافق مجلس الوزراء على اعتماد السياسة العامة للفضاء وعلى الخطة الاستراتيجية للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 2019-2023 وأن تتخذ الإجراءات لتشكيل فريق البحرين للفضاء ليمثل القاعدة الأساسية للقدرات الوطنية، وذلك بالتعاون مع الجامعات والمعاهد الخليجية والعالمية المختصة. فيما تابع المجلس من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات الوزير المعني بالهيئة الوطنية لعلوم الفضاء التقدم المحرز في أعمال الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. رابعا، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، وتفويض سعادة وزير المواصلات والاتصالات بالتوقيع عليها، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة. خامسا، بحث مجلس الوزراء التوقيع على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. تأتي هذه الاتفاقية تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 37 بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسة النقد والبنوك المركزية بدول المجلس. سادسا، بحث مجلس الوزراء مشروع قانون معد في ضوء اقتراح بقانون من مجلس النواب يعدل قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، وذلك بإضافة فقرة جديدة برقم جيم إلى المادة 32، وقرر إعادته لمزيد من البحث إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. سابعا، أحال مجلس الوزراء ثلاثة مشاريع بقوانين إلى مجلس النواب مشفوعة بمذكرة برأي الحكومة حول كل منها. الأول هو مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والثاني هو مشروع قانون بتعديل المادة 36 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والثالث هو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 2006 بشأن إنشاء صندوق العمل. وفي بند التقارير الوزارية أحاطت وزيرة الصحة المجلس بالاستعدادات لإقامة المؤتمر الخليجي للضمان الصحي والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأسبوع المقبل، حيث رحب المجلس بالمشاركين فيه على المستوى الخليجي والدولي.